أكبر، رمى القلم ولا رمى العمل اللي بيده؟ فأول يا مرحبا. الله عليكم. سلام. يا ابني هنا انت يا ابي، يا حياك بقى يومين يا ابي وغادر يا ابي، اليوم النوم سلطان يا ابي. الله ما عليك، ما بعد راس، الله يرضى عليك. بعد حي وحياني هالوجهي والله ارحبوا وطلح، لا تزعل علينا. هذا من عندنا من الجنوب، العافيه والله بالعسير. لا والله بالعافيه والله، درجه الطوف كثير. مع الشيخ مرحبا. الله يسلمك، اتعب على النظر. شلون كيف حالك؟ يلا عيش، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ارحب ترى حي ظلم. عرفت ها؟ لا والله اي بس عشان الصلاه. الله عليك يا ابو حسين. طيب سلم سلم. طيب يا بني، هل ترى في اكل من الكبسه جديدة هذه؟ انا ما اكلت، انا خلاص لا ما ابغى، ما ابغى لا اكلت انا قدام من فطوره كذا. سلا ارحبوا، تعال يا انهم لعبيان، لعبيان تعال تعال يا مرحبا. وش جانا قبل واحد من جزائر هنا عندنا، بس ترى جديد هذا. مساك الخير يا رجال، جبتوا الجدو الله يسلمك. جدو وين؟ راح الحين ابو علي. الهواء عندك مرحبا. السلام. روح روح. هلا هلا هلا، الله يحييك. الله يحييك، الله يحييك. الابن الاخر مساك طيب. يلا حيا. كيف حالكم؟ طيبين؟ تفضل تفضل. كيف حالك؟ وش الاجواء؟ يلا يا جدو يا ابو والله تو طالع الحين ويسلم عليك. يا يومين يا ابي وسنذهب من هذا البرنامج. والله لذلك انا ربطت نفسي معك. ستفقدنا؟ اي والله والله صحيح. والذي نفسي بده لن اتركك، ساذهب اليك. خلاص انا بانتظاركم. اليوم عريس ايش هذا؟ اليوم عريس قول. اليوم عريس. لا انا من امس، لكن امنا ام علي تاسف، لكن انا ابغى مستلم من رميث الحين. أذاك رقبته لازم أم علي تحترمها. يقول عريس أم علي خاصمة أولادها. عادي عادي، الشرع حل الأربعة. ما في حل الأربعة، لكن والله خاصمة أولادها بس بارك. أبو علي أنت وفي، ما عليك زود. أبو علي على الشخصية ذي والشغل لازم تعرس. إيش تبغى؟ لازم تعرس. يقول لازم تعرس، لن يعرس على أمي. نعم. فيها مشعب، فيها مشعب. ها تعال 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 تعال. انت ليش ليش انت رن 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 العرس. طيب ابو علي العرس يا اخي، من غير سلامة ام علي يا اخي. سلامة ام علي، جدة شبابك. سلامة ام علي، سلامة ام علي، جدة شبابك. طيب قال عرس، قال الشباب انا اسلم يا سالم. ها عشان اي يسلك الامور عشان ايه مالي خلك. هالحين في ناس يتساءلون يقولون اني اضربكم اني اوجعكم. والله يزين. صحيح غير صحيح؟ غير صحيح. صحيح غير صحيح. وجهوا لهم رساله يا جماعه. والله وين الرساله؟ لا لا لا، لا بعين لا والله. بعين الشباك، بعين الشباك. لا لا دقيقه دقيقه يا جماعه، ترى ابو علي. لا لحظه 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 شوي. وش تقول عن الضرب اللي انا قدمه لكم يا جماعه؟ ترى ابو علي. لحظه 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 لحظه، ترى بيان ولدي، انتبه. لا لا معلش انتبه، ترى في ابو يدافع عنه. ترى ممنوع تصوير المتسابقين. ابو علي، ابو علي ممنوع تصوير المتسابقين. لا للمجهول، المجهول يقولون اني اضربهم. الاداره نبهوك، يقولون اني اضرب. لا انا بتحمل هذه، لان يقولون اني اضربهم. لا لا عشان لا لا ابو علي، ابو علي، ابو علي معليش. ابو علي علي. طيب خلاص على الشاشه. نبهوا عده مرات تصوير. خلاص على الشاشه، ما يخصم عليهم. صحيح على الشاشه، على الشاشه يخصم عليهم. هم على الشاشه، هم هم على الشاشه. انا على الشاشه. لكن ايش تقول؟ شوف دام انه على الشاشه. ايوه انا الشاشه، خذ اللي تبيه. صحيح صحيح ان ابو علي يضربنا وما يضربنا نفس ابو علي. لا 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 ايوه انا اقول صحيح ان ابو علي يضربنا وما يضربنا بنفس الوقت. ايوه لكنك ايش معنى؟ وضح وضح اكثر. كيف الطريقه يعني؟ وضح. انا اضرب على الثوب ولا لا؟ اي أيوة والله تخبط ضرب المشعب. الله يطول عمرك بقوه. طيب اجل ما اقدر اقول. شويه شويه بقول رساله. أيوة طالع من اليوم تجينا. انا مير نسيت اسلم. تراك تجينا بالليل وتقول عنده عنده. طيب ابو علي والله بيتم بلا خير. جميع من دخل. لا لا وش اللي اشتاق؟ جميع من دخل وجه من هالوجه الطيب وهالوجه الطيب. والله العظيم كلنا اطيب من الثاني. يشهد علي الله ان احنا جالسين بين اخواننا وبين ابواننا. يشهد علي الله. وكل من جاء هالمجلس من الناس الطيبه، من المقدم الطيب. ما يجيكم الا الطيب هالمجلس. كملنا يوم 100 يوم والله ما نشوف الا الطيب. ومن ناحيه الضرب كنت يا ولد يا زين كنت حبيبي. والله العظيم ان عسى انه ما زحنا، انه يرفع عن نفسنا. يرفع يوسع قلوبنا يا بطل. طبعا شيخ احمد الشباب احمد بيان كلهم هذول من المتسابقين هنا ما شاء الله. لهم اكثر من 3 شهور فوق 100 يوم وهم نايمين هنا ما شاء الله. طبعا ما يروحون ولا يجون. حتى شيخ احمد جوالات ما معهم، ممنوع يعني. فجالسين لهم فترة هنا ما شاء الله، تعلموا أشياء كثيرة من الضيوف اللي يجون، هم المشايخ
دكاترة وأطباء وخذوا وتحملوا أيضا الصبر. تعرف الشباب في العمر هذا صعب يترك الجوال، أنا والله ما أقدر أترك جوالي يوم واحد من الآن تركينا. تعلموا أشياء كثير في الحياة، ممكن نسمع من العبيان الأشياء تعلمتوها في دقيقة حبيب قلب عشان نقرب. والله العظيم أول شيء كسبنا معرفة الرجال شرواكم. تسلم الله تسلم. وتعلمنا اللي هو على ما قلنا كنا نصبر، لكن صبر لك عليه شوي. لكن يوم دخلنا البرنامج لا والله عرفنا الصبر صدق. سلام. وصبرنا بعيدا عن أهالينا وعن الجوالات وعن العالم اللي برا كاملة. هنا لا معنى لا جوال ولا تطلع محكور بين أربع جدران. الحكرة ما عمري جربتها في حياتي إلا ذا المرة. الصلوات الخمس مع بعض. لكن الحمد لله هذا زي ما تقول فائدة وإنجاز لنا في الحياة، يعتبر 16 ساعة على الهواء واستفدنا منها أشياء كثير اللهم لك الحمد، وكسبنا الجهة الطيب وكسبنا جمهور جميل وأنيق وراقي. استاهل. ومحبة الناس نعمة من الله سبحانه. استاهل. حبيبي أحمد من الإيجابيات اللي استفدتها في البرنامج؟ أول شيء معك مايك بعد. ايه ما شو اسوي انا من ابو سلام. علي لابو علي ارحب يا هلا. اول شيء للامانه زي ما قلت انت صعب الشيء هذا بالذات كشباب كامور كاول حياه، ومن هالناس اللي كانوا يدرسون اللي كانوا يشتغلون اللي ترك شغله وترك اموره وعائلته وعياله، فوالله الذي نفسي بيده ان احنا تعلمنا اشياء واجده كثيره 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 منها الصبر والفوائد اللي بنتكلم عنها اللي هي الصلوات الخمسه اللي هي الصلوات الخمس الوجيه الطيبة اللي تجينا كل يوم شرواكم المحاضرات الشيوخ الوقف يعني جميع ما تقدر تقول يا أبو طلحة كل شيء فائدة والله العظيم. والحمد لله نحن أخذنا هالتجربة وكسبنا لنا ناس طيبة مثل هالوجيه وكسبنا لنا جمهور طيب ولله الحمد، أسعدنا وفرحنا وعرفنا على الناس اللي تتابع الشاشة وعلى أهميتهم ومحبين. ولكن ما نقول غير دائما يا رب إن كتر قدرنا على رد الجميل لهذا الكيان العظيم وجمهوره العظيم، والله يكتب لنا اللي فيه خير الان وبعدين. طبعا باقي يومين ظني الشاب احمد متسابقين اللي محبوب ايضا الجميع وهم ما شاء الله كلهم محبوبين الله يسعدهم ويبارك فيهم. طبعا هم الان قرب اسبوع هذا اخر اسبوع ها بعد بكره عاشوا عيشه الاخوان يعني فيه يحبون بعض وتالف. واسمع من حبيبنا بعد سيف جزاه الله خير بعد ما تطلعون وش خطتك وش اهدافك يا حبيب قلبي؟ اول شيء اقول مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالسعاده. مرحبا بكم والله العظيم اننا نفرح فيكم وجيتكم ذي تونسنا. تسلم. وحنا نشوفكم ونتعلم منكم صراحه. تسلم يا حبيبي. الله يبيض وجهكم على حضوركم الطيب اللي نستفيد منكم ماجد، وانا من الناس اللي من عمري يمكن حول 10 مدري 11 وانا قاعد مع الناس الكبار. انا ما ودي اكبركم اليوم ترى. لا كلهم شباب. كلكم شباب ان شاء الله. والشيء الثاني عقب البرنامج ان شاء الله كل خير انه بنقدمه ان شاء الله. الله بيض الله وجهك. وبنتعب على المحتوى وبنتعب على الاشياء اللي نصورها وبنوصل رساله هادفه وزينه ان شاء الله. سلام عليك يا سلام. ويبشرون بالخير والسفريات والسفر والوناسه والجمعه والخوه الزينه. فكل شيء قدام ما ودي اتكلم والدنيا افعل ما تكلم. ايش اول شيء بتسويه بعد ما تطلع؟ حفر الباطن. صحيح. اي والله. الاهل هناك كلهم؟ اي والله الاهل هناك وانا احبي عاد الحفر غير. نحاش باليوم. لعيونك نحاش. نطمر الرصيف والجدران لعيونك نطمر لا حد يسمع. خلنا نطلع. ابى اضبطه ابى اضبطه تاف تاف شاف قاعد يضبطك ابو علي انا بضبطه. ما في مثل ابوي. حره حره يا اسمع حره اسمع ضبطنا خلنا نطق الوادي. سب مسلم شيخ احمد قدام الله يرضى عليك لله. واشكركم كل الشكر واؤكد لكم ان لكم جمهوركم المتابع. الله يجزاك خير. كل صغيره وكبيره يتابعونكم. سلام. وكل واحد له جمهور محبوب عندهم. وكل واحد حقيقه له ميزه ولا لكن ما زال اهل هذه القناه بهذه الوجوه الخيره فابشروا بالخير. والقناه ان شاء الله قناه خير. اللي اوصيكم به تقوى الله قدام كل شيء، وإن تحافظون على ما اكتسبتوه. أنتم اكتسبتوا شيء في هذه الثلاثة الأشهر أو الأربعة الأشهر، اكتسبتوا كثير يا أبنائي. السجون مليانات، والله الذي لا إله إلا هو أني وجد أحد الشباب في سن الشاب هذا ولا قيس عليه إلا بشر. الله يحفظه. آمين. وقف قدام الشيخ حكم عليه بالقصاص. ماذا السبب؟
قال في لعبة بلوت لعن أمه ما لعن أمه وكذا وحصل الشيطان. فلما قرأ عليه الشيخ الحكم قطرت دموعه. قال له الشيخ وش عندك يا فلان؟ قال والله يا شيخ ما هو من الأمر خلاص وصل أنا عارف الأمر لكني في هذا الموقف ذكرت أمي ما عندها ما يجي لها بحبة الخبز. لا إله فأوصيكم بتقوى الله قدام كل شيء، بر الوالدين صلاتكم، أوصيكم بالانضباط. الشوارع يا أبنائي أحدثت فوضى بين الشباب خاصة، لزني ما لزني جابي ما لجابي، وعمل له كارثة والأسرة كارثة ومرضى أبوه ومرضى أمه بسببه، قدوا عليه جناية قتل في السجن. نسأل الله يمنعنا وأنتم. وأوصيكم بالانضباط، أنتم انضبطوا هنا 3 أشهر، حافظوا على هذا الانضباط، حافظوا على هذه الأخلاق الراقية، حافظوا على احترام الآخرين، حافظوا على احترام الممتلكات، حافظوا على احترام حتى ممشاكم في الشارع. يا سلام. نعم، لأن الشارع ولا أعلمكم، الشارع تقابل الصاحب والمجنون والتعبان واللي ضربته بالعقاب، كل لازم لازم انك كل اللي يوجد في الشارع من اخطاء يوجد من الشباب. طيب احنا عشان بننتقل للمصلى اليوم، انا اعتبرها صح اخر اسبوع لكنها اجمل اسبوع، جيتكم شرفتونا والله. الله يسلمك. وبعد ولدي جنبي الله يحفظه يوفقه، الله عمرك يرفع قدره، ولدي سعنوني هذا يا حلوه الكتكوت. اي ابي ان ابي طلحه طلحه ان ابي جميل ابن عبيان لا تاخذ على نفسه قمري. طبعا نشكر الله يرضى مشايخ من عسير، انا ما ادري يعني كلمه شكرا قليله في حقكم. الله يجزيكم اي والله ودي اني شاعر اقصد فيكم والله. الله يجزيكم يعني خير. لو اقبل كل راس عسيري قليله في حقه. اي والله العظيم الابتسامه. شكرا لكم. الابتسامه يا ابو راي، هذه اكبر قصيده قدمتها لنا واكبر في الشعر على الله شعر. ودي اتعلم والله، عاد امشي معه حبيب قلبي، ما بعد تعلمت منه الشعر، لكن ان شاء الله هو ياخذ التقديم وانا اخذ الشعر. أكرر شكري لكم جميعا. أنا آسف حلقة واحدة ما تكفي يا أبو، أنا ضروري ضروري يعني الأسبوع الجاي حيكون عندنا مساء، أبيكم في المساء، أبي يجون بهاللون الجميل وتجيب الغنم معك. أحبي لك، الله يسعدك ابتسامتك وأخلاقكم كلكم. أكرر شكري لكم جميعا أيضا أبو حسان، لكم شكر، لك شكر خاص صراحة يعني اني اشهد الله على محبتك في الله يعني. الله يوفقك، جزاك الله خير على الغداء، صح جاب لي مغص بس حلو وجميل. شكرا على القهوه صراحه لذيذه مره مره. الله يوفقك يعني، جزاك الله خير، خلطه القهوه والكبسه اللي سواها الله يجزاه خير، وطيبه نفسه الجميله. الله يوفقك. ايضا ابو محمد معودنا يجي الاثنين، اليوم بس جاء لعيوننا الله يجزاه خير، وبكره ولا يحب النوم يرقدي ارقد يشخر. يحب النوم. شكرا لابنائنا احمد والعبيان وسيف، الله يطول عمرك. احنا نتمنى لكم تشقون حياه جميله وطيبه. آمين. واسال الله ان يحفظكم بعينه التي لا تنام. آمين. ويكلاكم برعايته، واسال الله يكون ان شاء الله رسالتكم منبر خير لهالشباب في اعماركم، توجيهات خاصه انتم يمكن يسمعون منكم الشباب اكثر منا، يعني بعض المشاهير وكذا لما عيال الشباب اللي اعمارهم 15 و16 يقول يقلد بعض حركات المشاهير، لكن لما الشباب يودون رسالة جميلة الشباب اللي أعمارهم 15 و16 يسمعون منكم يا أحمد ويسمعون منكم جميعا، تعطونهم رسالة عن الوالدين، عن محافظة على الصلاة، عن صلة الرحم، عن أخلاقهم مع والديهم. أنا أذكر من الرسالة اللي أثرت على واحد من عيالي، يقول بنادي اللي أطقطق معك يا أبوي وبقول لك تعال يا أبو راشد، تعال يا أبو راشد. ذكرتها بفتوى أحد المشايخ، قال إن من العقوق أن تنادي والدك بأبو فلان ولا أبو فلان، تناديه يا والدك. قال والله واحد المشاهير قال كذا، قسم بالله مش قال، قال واحد من المشاهير يقول إني أطقطق مع أبوي بهالطريقة، أخذها أخذها الولد هذا، واحد من عيالي يعني، فزي كذا. فسأل الله أن يوفقكم. هلا ومرحبا، هلا بالزين كله والله. فننتقل للمسجد يا حبايبي يا مخرجنا الحلو، توكلنا على الله. ننتقل للمسجد. مرحبا يا مخرجنا، صرتوا كلكم مخرجين. هلا وغلا، هلا وغلا ومرحبا. يلا ننتقل للمسجد، شو في امان، غدا ان شاء الله الساعه 9 صباحا. شكرا لكم جميعا، الى اللقاء.